السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في المباشر. عندنا واحد الحالة خاصة ديال واحد الشاب كيبلغ من العمر 27 سنة، زاد عنده يعني كيمشي يقولوا الأطباء تشوه في القلب، ياك تشوه خلقي في القلب ياك. المهم احنا درنا الفيديو على حساب باش إذا كان شي محسنين يعاونوا السيد ويديروا لي على الأقل الراديو ولا السكانر باش يعرفوا شنو عنده في القلب، لان مؤخرا كيحس بان الحاله ديالو يعني كتدهور وبين اللي عاون. انت عاود لنا المشكل شنو كيوقع لك بالضبط يعني تفضل. حيت كنعيا بزاف الى كنتش كنعيا بزاف و مابقاش نلعب كرة بزاف ديال الحوايج. كنقول لنا من تزاديتي شنو بالضبط انت عاود تفضل. من تزيد وانا كندوز في السبيطار السويسي كنمشي من الخميسات للاربعاء كندوز كنعس انا هو اللي كيعطوني كنعس انا والوالدة مدة ديال الشهر شهر وشي حاجة فاش من أسرة فقيرة كنعيا وكيتسالاو لنا تا فلوس صافي وكنرجعو عاوتاني كنقطعو فاش كنرجعو كنلقاو فهاد الحال عاوتاني كذلك وتا شي واحد ما نصحني بشي حاجة شنو اللي عندي نيشان من واش غادي ندير عملية ولا ما نديرهاش. مرة كيقول لك عندك تشوه خرقي مرة تيقول الصمامات شي مرة تيقول لك عندك العروق اللي غادي يقول لي شي حاجة اللي كاينة ونعرفوش يمكن لي ندير عملية ونولي بخير ان شاء الله من هنا قدام. لا ما كينصحني حتى شي حاجة. انت تاكل نصيحة حتى شي حاجة ما شحال المدة انت كتعاني من الداء؟ من الداء دابا راه 26 عام 27 عام وانا كنعاني. ما كتقدرش تحرك بزاف تقدرش تطلع في الدروج؟ ما الا طلعت بزاف نعيا ما نقدرش نلعب كرة ما نقدرش نتمشى بزاف هادشي. عطاوك الادوية كي عندي الادوية كنشربها على مدة الحي قال لي ما تقطعهاش. كيشريها هو ماشي كتشريها انت؟ كنشريها انا. والحالة يعني الوضعية ديالكم؟ الوضعية ديالي زادت تدهورات بزاف اكثر من قبل تزاد كاع وليت كنعيا ولا الطاقة ديال القلب عندي مجهدة كنترعف كيجيني بحال رطيف على ضغط الدم ولات كنترعف إلا توضيت ونفرت كنترعف وما نقدرش نتحمل شي خدمة ولا نهز شي ثقال ولا هادشي بزاف. نعطي الوالدة كتعاني معاك الوالدة قول لنا الحاجة يعني منين تزاد منين تزادوا المعاناة اللي كتعاني معاها الوالدة؟ واخا حنا كنطلبوا من الناس والمحسنين واللي شافنا واللي تعرف على شي حاجه حنا كنتمنوا من عندكم ان شاء الله يا ربي وقفوا معنا ونمدوا لكم يدنا ويد المسلمين جميعا عاونونا وعاونوا هذا الولد مسكين حتى هو راه من نهار اللي تزاد هو في هذه الحاله. انا جريت وعانيت ولاني في الاخر راه مثلا ما بانت لي لا نتيجه لا والو والحمد لله. انا كنتمنى من عند الناس اللي شافني ولا اللي شاف هذا الولد في هذه الحاله يدير فينا هذا الخير ما ردوا ليه بالخير ان شاء الله. كنتمنوا من عندكم ومن عند الله سبحانه حنا راه بزاف راه الحاله ضعيفه وانا ولدي كنتمنى من عند الله نشوفه قدامي ان شاء الله يولي لاباس. الا كانت شي عمليه تبارك كان شي دواء ولا شي حاجه اللي هي اللي تولي ترد ليه الصحه ديالو شويه نتمنى من عند الله سبحانه شي صحه جديده الحمد لله يا ربي تحتك. نتمنى من عند الله سبحانه يوقفوا معنا الناس اللي شافوا هاد الحاله ديال هاد الولد وحالتي معاه. نتمنى من عند الناس ما يطوروش علينا اللي شافنا يدير فينا هذا الخير. ملي كتمشيو شنو يقول لكم ملي كتمشيو للسبيطار او الطبيب ما تبعش عند شي طبيب؟ واش غنقول لك اولدي كنمشيو دائما انا معاه في السويسي ولكن منين كينعس وكيخرج كنقول لهم زعما اشنو عنده واشنو غادي يتبع شنو غايدير. قال لك هاد الساعه راه هو راه كل مره شنو كيقولوا ما عطاوناش باللي راه زعما ها اللي عنده نيشان غايدير العمليه ولا ما يديرش. كنقول لهم واش يمكن ليه يدير العمليه ولا ما يديرهاش. كيقول لك هاد الساعه راه ما بانت ليناش العمليه واش غاليه عليهم في الفلوس او لا صعيبه في الفتيح. انا ما نقدرش ندخل ما عرفتش في داكشي. يعني ما تعطيكمش كاع راس الخير؟ لا دابا عايش هو بالادويه. بالادويه وصافي هادشي اللي كاين كينعس وانا ما فرطتش في ولدي جريت وعانيت ولاني هادشي جا من عند الله سبحانه. بغينا الناس اللي شافنا يتعاون معنا على هاد الحاله الا بغى. شنو كتطلبوا من عند الناس دابا اللي كيشوفوا باش اللي يعاونكم او يدير شي طبيب او شي بصحه على الاقل باش تعرفوا شنو عنده؟ ايوا هي بغيت زعما غنعرفها شنو عنده. هو دابا قال زعما الا كاينه شي عمليه باش يدير شي عمليه ويولي لاباس
ولكن الا كانت العمليه راه صعيبه او لا ما غاديش دير شي حاجه زعما اللي غادي تنفعو. حنا قلنا الا كانت شي دواء ماشي مشكل، الا كانت العمليه صعيبه عليه حتى الدواء ماشي مشكل، ولكن هاد مؤخرا كاين عستا كيخرج كيعطيو الدواء اللي كيشرب كنقول لهم واش عنده العمليه ولا ما عندوش، تيقول لك هاد الساعه راه ما بانت لينا عنده لا عمليه لا والو، ما عرفناش حنا مناش. ما دوزوش ليه السكانير؟ ما دوزوش ليه على القلب؟ لا السكانير عمر ما دوز، الراديو والتلفازه وداك الشيء اللي كيدوز صح كيدوز. شنو تيقول ليه؟ واش عندك شي قبا؟ واش عندك شنو؟ نعس واحد المره في الكلينيك سرحوا ليه واحد العرق هنا في الفخذ، نعس في الكلينيك سرحوا ليه داك العرق ديك الليله، غدا خرجوه صافي من تما. والنهار الاول كيقولوا لي عندك تقبه في القلب؟ النهار الاول قالوا لي تقبه في القلب كاع منين زاد، وفي الاخر قالك عنده واحد العرق كيبقاو كيتبوشا. وفي هذا الاخر كاع شي غير العام اللي فات نعس عاوتاني في الكلينيك تما في الرباط، قالك عنده فحال زعما على ما بينوا لينا حنا بحال عنده التشوه ديال القلب، يعني على حسب ما قالوا هما. لا ما قالوا هما باش يعطيوك راس الخيط النيشان، راه ما عطاونا شي راس الخيط، هادشي اللي كاين. الله يشافيك. اللهم امين يا رب. وشنو كطلب من عند الناس اللي كيشوفوا؟ امين يا ربي. وكنتمنى ملي امشي ان شاء الله ملي شاف هذا الفيديو هذا يعاونني في سبيل الله، الله يجازيه بخير ووقف معايا رد صحتي، وكنت انا بحالي بحال قريب قدراني ونعيش مرتاح، ونلعب بحالي بحال اللي قدي، وبزاف ديال الحوايج تحرمت منهم وما عرف ما عرفش عليهم مناش كاع. ايوا ماشي مشكل، غتولي بخير ان شاء الله اخي محمد، غتولي مزيان ان شاء الله. هادشي كنطلبوهم ولي بخير، الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير. كي شاف هادشي عاوني في سبيل الله، واخا نشكرو مغاديش نرضي الجميل ديالو هذا اللي غادي يعاوني، ونتمنى والله يكون خير ان شاء الله. ولو باغي نعرف شنو عندي، إذا كانت عملية نديرها وتصدق ليا نولي بخير تبارك الله، إذا كان نبقى بحال هكا أنا راضي بالقدر الحمد لله على كل حال. الحمد لله وشكرا لله. شتي هاديك الإنسان يحمد الله ماشي شنو كاين؟ الحمد لله وشكرا الحمد لله على كل حال. ها هو كنديرو بجهودنا وكنقلبو، الله واحد صدقوا اللي غيساعدنا ويكون معنا، الله يجازيه بخير. هادشي اللي كاين. نتمنوا عند الله. وشكرا للناس اللي لا مرحبا مرحبا هذوكم اللي جيتوا تعذبتوا معايا، لا مرحبا بارك الله فيك وشكرا لك بزاف. السلام عليكم. كما كتعرفوا الحاله الوضعيه اللي كيعيشها هذا الشاب هذا اللي مازال قدام المستقبل الزاهر، كنتمنى من الناس اللي كيشوفوا هذا الفيديو يحاولوا يربطوا الاتصال بالعائله ويعطيو يد المساعده، ربما تكون على يدكم يعني اسباب. كما كنعرفوا الله سبحانه وتعالى هو اللي بيدي كل شيء، يعني كنتمنى من الناس اللي كتشوف المحسنين وبارطاجيو الفيديو باش يوصل الناس اللي المسؤولين كاع يعني في قطاع الصحه يحاولوا يلقاو معاه شي حل، لانه تيمشي يعني كل نهار كيمشي للرباط وداك الشيء يعني المسافه بعيده. كنتمنى من الناس اللي كتشوف هذا الفيديو يحاولوا يساعدوا السيد. شكرا.